لين، فانا اذا جيت اخذ اللين من هنا لهنا بتردد لازم اعرف انه لازم يكون في معي على نفس التردد ها على نفس المكان هذا تردد مشابه او تردد زيه قريب. ليش؟ لانه هنا بيحصل لي اللي يقول ايش تداخل انا ممكن استخدم التردد اللي حجزته، ممكن استخدم التردد هذا لكن في مكان اخر بعيد من انه يحصل معي تداخل معه. تمام؟ قوة اللينك، إشارة اللينك، الباور تي اكس حق اللينك كما قلنا نخفضها ونرسل باور قليل، لما تكون المنطقة صافية ما فيش فيها غبار، ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها رياح، ما فيش قطع للإشارة كثير، هنا ايش؟ هنا تكون إشارة مضبوطة بالضبط، يعني تكون سيارات إشارات أو مكالمات على اللينكات تكون بشكل صحيح، لكن لما تبدأ في تلاعب عندي يحصل عندي تلاعب. في حاجة مهمة جدا متعلقة بالإشارة كمان بالنسبة غير ضبط الإعدادات كمان اللي هي ربط العروض. لازم يكون في عندي حاجة مصطلح حملات توكرة الأركيت. الأركيت ده بتقول ايش؟ أي تشويش، أي خلل، أي شم. شوفوا أصل الموضوع يرجع للكهرباء، أصل التشويش وشم تداخل ما بين البيانات. تمام؟ فهذا لازم أنا ايش؟ أي تشويش، أي إضافة، أي إضافة. شوفوا التشويش إذا ما قدرتش إنك تنزله سريع أو تخليه يروح سريع في هذا أي شيء بيضاف للإشارة اللي بدأت أنت تشتغل عليها. يضاف مع الإشارة، هي ايش؟ كهرباء. اللي يحصل انه ايش؟ القيمة حق الدي بي تبدأ تلعب بشكل مش طبيعي. اللي حصلت معي مشكلة في أبيات، كان اللينك يلعب بشكل كبير جدا، يعني يطلع ينزل لعشرينات ويبدا يطلع لا ثم يفصل لمصر 98 99. ومعنه الديشة كبيرة وجديد واللينكات جديدة والشغل حلو، بس كان السبب بعد ما درست هذا الموضوع ايش ممكن تحصل مشكلة؟ لقينا انه الانجن كسر كان الاركيت اللي كان يربط بالواير ويعزل الاشارة ويعزل الشوائب او في حالة حصل تشويش كانت مكسرة قدام الحبل تحت حالات الكاميرات والبلاد تتكسر. فاول ما جددنا الاركيت على طول ايش؟ غير. فكرة الاركيت انه انا بجيب الواير نفسه حق اللينك اللي بربطه باللينك ممكن ابطل الشباب بحط له بقص كذا الجلده السوداء شفت الواير حق الفيديو؟ حق الفيديو بيربط له الفيديوهات والسيبرات والحاجات دي مشي لما نقشر اذا سود مبرع نقشر الاسود يجي تحته زي الشعر هذا شعيرات احنا نحط الاركيت على الشعر بالضبط مشان اي تشويش اي حاجه زايده شعره زايده بعدين يجي بالعكس تمام. فيكون مربوط ما بين الارث وما الارث اللي تفرحها طلعت. فده مهم جدا مشان تتعامل معه نحن. طيب نرجع لموضوعنا. اذا انا في الحاله دي ربطت الديش هذا مع الديش هذا اللي هو اللينك مع اللينك وترتيب معين بحجبه معينه محجوزه انا حجزتها له تمام. يبقى بعدين اتصال اللينك ذا مع اللينك ذا مع ايش؟ مع البي تي اس حقه ولا لا؟ طيب انا ايش بيوصل المعلومات اللي اجت من المحطه هنا من دي المحطه ايش بيوصل هذا وين؟ لا مركز سوي تشريسي استخدم هذا هو اوكي بي اس سي مثلا وسوي تشات بعدين معه. فهنا عشان انا اوصل الموضوع ده لازم اتخذ مسار للليل صح ولا لا؟ فقط انا اجي اوصل لينك من هنا لهنا مايكرويف ثاني انا هل هو على نفس المايكرويف؟ طيب هل هو على نفس المايكرويف ولا مايكرويف ثاني؟ لا مايكرويف ثاني مايكرويف ثاني مرفوض لينك جهازين بنفس التردد بنفس الرواديو بنفس التردد يعني تفيدين نفس بعض المفروض ما يكونوش كمان متداخلين مع التردد ده لازم يكون مسار تردد ثاني تمام. المحطة هاي إلى المحطة الثانية دي بتكون لو الديشات نفس المقاس نفس السورس نفس كل شيء. طبعا اختلاف المقاسات في ديش استخدمته مثلا قطره 30 ديش استخدمته قطره 60
ما يفرقش كثير معي، يعني مش انه ما بيشتغلش، طالما انه الاثنين من نفس الشركة. لا مش من نفس الشركة، نفس الدائرة، نفس الإصدار، نفس التردد، نفس رجال العمل. يعني شركة بتطور نفسها بس تاخذ المفهوم حقها، تمام؟ أحكام الزبون أكثر من الناس. أحكام. هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن صحن. صحن تمام؟ داخله في عندي السوس. كل ما نزل لهم سوس. السوس هذا يجي هنا يتركب المصل، بعد يتركب فوق طبقة ثانية، يجي العصاب، العصاب يجي بقية. هنا يجي زي معدن وزبادي. هنا يجي زبادي. ده مشان بيشوفوش إشارة بتفوت بقطع عادية، فأنا أطرح الراديو حقي هكذا، أطبق الراديو على السورس بطريقة وتردد معين. هون الراديو إيش صلح؟ هون الراديو خليه التردد حقي إلى السورس، خليه هذا الشكل. يعني هذا الصحن عبارة عن مجرد صحن، يعني أنا أقدر أحط بدون صحن على فكرة، اللي جات بدون قطع كامل. السورس شغال، هذا عبارة عن حماية فقط كغطاء. هذا السورس، احنا السورس حقنا انكسرنا هنا زيادة، فقط قصقناه ومشى الحال. فكل سورس يختلف، مثلا الراد التردد 30، السورس حقه محير طويل شوية، يعني طول الموقع حقه صغير. لو جيت على 60 نفس الشيء، يكبر شوية السورس، يعور شوية، تجي هنا يعور شوية السورس. الآن تجي على 120-180 سورس كبير حقه. ليش؟ وده هنا الفكرة، إنه أنا أكبر أعرض السورس بحيث إنه يعطينا إيش؟ أكبر مدى مساحة من التردد حقي. تمام؟ فهذا بالنسبة للإنتاج. طيب بالنسبة للإنتاج ما قدرش أركب.